أقرب فيديو هتشوفوه معايا، عندي عصفور هنا راكن، دي نتاية وده الدكر بتاعها، وطبعا هم منتجين. ده البيض، البيض بتابعه لقيته مش دافي. طب وبعدين النتاية دي فيها ايه؟ راكنة مالك يا عيني، مش عارفة تمشي. دكر بيتنطط كويس، النتاية ركنة ومش عارفين هي ركنة. تعالي بس، تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف لازم افحصها، ركنة مش قادرة حتى تقعد، عندها انتفاخ هنا تحت. اوه ده، دي بيضة ما طلعتش، عاملة لها انسداد، مزرقة جسمها يعني داخلة في تسمم. اوه عصفور ده هيموت. طب احنا عايزين نحاول ننقذه زي ما احنا شايفين. يا عيني يا عيني، ده في بيضة سادة. بس كده تمام، فهمت مشكلتك ايه. طب البيضة دي، النتاية دي هتموت لو البيضة دي ما قدرناش. انت بتعملي ايه هنا؟ انزل انزل انزل، وانت اخرج اخرج يا جيل، اخرج يا جيل لو سمحت. يلا اخرج انت والقطيع اللي معاك ده، يلا اطلع بره. جيش بره 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 يا غلس، بره يا غلس، يلا بره يلا بره يلا بره يلا يلا بره بره عاد بقى، يلا بره بره بقى. خطوة رزلة، هنشوف المشكلة بتاعتنا دي حلها ايه. تابعوني، اوعى. اول حاجة العصفور اهو حطيته هنا، هو مش قادر يطير طبعا. هي دي لو سليمة كان زمانها دلوقتي بتجري في الشقة وانا بجري وراها، لكن طبعا هي دلوقتي مصابة، واحنا هنحاول ان احنا نتواصل معاها بطريقة صح ونعالجها بطريقة صح. المشكلة زي ما احنا شفنا في بيضة محشورة في في في, في العصفورة ما نزلتش. خليكم معانا دقيقة. طبعا زي ما انتم شايفين انا حضرت الكونسولت بتاعي، عبارة عن ايه؟ عن ان انا همسك العصفورة وهبدأ ان انا اخرج لها بالفعل البيضة. نامي كده يا بطة، نامي، افردي جناحتك، افردي جناحك، ما تخافيش. ايوة وريني رجليكي، تعبانة الرجل التانية، تعبانة. التشخيص بتاعي، ثانية واحدة يا عصفور، ما تخافش. التشخيص بتاعي ان جسمها كله بدأ لونه يغمق، وده كده بيبين ان في شبه تسمم. احنا شايفين طبعا البيضة عندنا هنا مدمرها الجزء ده خالص، البيضة دي هتموتها. طيب احنا لازم دلوقتي يتم شفائها بأسرع وقت والطريقة عاجلة. شايفين طبعا هي تعبانة ازاي، هي تعبانة وهي دلوقتي في أوضة العمليات بتاعتي، في أوضة العمليات بتاعت العم طاطا. بس 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 اهدي اهدي خالص، اهدي خالص، افردي جناحك. ايوه قولي اه، قولي سو، اهي بتقول سو اهي، يعني هي انا عارف هي تعبانه وبتتألم، بتقول لي يلا خلصني. يعني عينيها دمعت، شايفين عينيها مدمعه ازاي؟ معلش ان شاء الله هتبقي كويسه، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي احنا لازم نخرج البيضه دي، مش هينفع معاها اي معدات جراحيه، لكن كل اللي ينفع معاها ميه سخنة من الكتل بالراحة جدا. وعلى فكرة مش لازم اكون انا اصل تكون متخصص في العصافير عشان الطب البيطري جميل، لكن ما يوصلش للمراحل اللي احنا بنوصل لها دي. ده فيه قوي، بس امشي ايدي على الجزء ده عشان ارخي العضلات. لازم ميه دافية، لازم
تقول لي ايه ده انت بتولدها؟ اقول لك شبه بولدها. ما هي الاعصاب هنا عندها انبساط انقباض في اعصاب البطن، فاكيد اكيد اعصاب البطن كلها دلوقتي مشدوده، اعصاب جزء الاخراج عندها مشدود. الميه الدافيه دي طبعا طبعا بتسهل كتير قوي 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 عشان نخرج البيضه دي. يا رب تخرج معانا على خير. طبعا ميه دافيه قوي عليها، هتعمل عمليه دلوقتي انقباض للايه؟ انبساط للايه؟ للعضلات. اقدر انا اخرج الايه؟ البيضه المحشوره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، دي طبعا سدلها يا جماعه الاخراج كله، يعني اصبح ان قصه الجزء التناسلي بتاعها فسد قناة الإخراج منها، فطبعا سد قناة الإخراج دي يعني مش قادرة تعمل بيبي. جينا للجزء الصعب. معلش 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 معلش، أنا عارف إنك تعبانة، أنا عارف إنك تعبانة، أنا عارف إنك تعبانة، أنا عارف إنك تعبانة. البيضة أهي، البيضة أهي خرجت، والامعاء بتاعتها بترد تاني. ميه دافيه ميه دافيه، احنا اسفين لك يا عصفور، احنا اسفين لك يا عصفور، معلش حبيبتي معلش معلش معلش. ميه دافيه 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 ميه دافيه. معلش 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 حبيبتي معلش معلش معلش. ميه دافيه ميه دافيه اهي. هنبدا ان احنا برضو نرجع بالميه الدافيه تاني. هتقولي ايه اللي انت بتعمله ميه دافيه ليه تاني؟ هقول لك علشان ابسط العضلات تقوم ترجع مصارينها زي ما كانت. شايفين النبض؟ شايفين النبض اللي بدا يحصل؟ جزء كله بينبض عشان هيبدا بقى ايه، ينقبض تاني ويرجع مكانه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا عيني في بيضة تانية وراها في العنقود. يا عيني يا عيني. لا لا خلاص خلاص خلاص، معلش لسه ما اتكونتش بيضة تانية. معلش 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 معلش. يا رب نكون انقذناها، خرجنا البيضة المحشورة. زمان ياما عصافير ماتت مني، ما كانش عندي الجرأة ان انا اعمل كده، لكن طبعا بعد ما بدأت ان انا اخد خبرة عالية في مجال الطيور حبيتهم قوي، لدرجة ان انا بدأت ان انا لازم اعالجهم. طبعا احنا شايفين البيضة اهي ناشفة. هتقول لي ناشفة جوه بطنها؟ هقول لك اتأخرت في البيض بتاعها، ممكن كانت الدنيا ليل نامت، ممكن اعصابها ضعيفة بسبب خوف معين. لو خافت ممكن الولاد كانوا بيلعبوا، قطة هجمت على القفص خوفت العصفور، يحصل المشكلة الخطيرة دي والعصفور يموت. طبعا يا رب نكون فدناكم. تعملوش الحاجة دي من غير ما يكون عندكم خبرة كافية. طبعا العصفور بدأ يقوم براسه اهو. تعال 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 يا عسل، تعال انا ريحتك. الله الله بقى فيك صحة، عايز تجري؟ طيب حاضر 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 يا عسول. هوديها طبعا قفصها بالدكر بتاعها عشان تتعافى، ونروق عليها شوية بقى عشان هي تعبانة دلوقتي. هي دلوقتي تعبانة، عملنا لها عملية استئصال بيضة. تعال يا عسول تعال يا عسول. ايه ده، اخد لك بطك معاكي؟ لا خلاص بقى هاتها، احط لها البيض بتاعها، البيضه بتاعتها كمان في العلبه بتاعتها عشان ايه تبقى مبسوطه. شوفوها بقى يلا وهي بتلعب، تستعيد طاقتها، جسمها بدا ينبض. انا بقى اسكتوا بقى، جسمها بدا ينبض. ايه ايه ظبطتها لك اهو، جت العمليات الجراحه. انا عارف كنت عايز تيجي معاها اوضه العمليات. تعال. ايه ده البيضه بالله، البيضة اللي في ايدي شكلها كمان مكسورة. يلا خش خش، تعبانة يا عيني، شايفين اثر الاجهاد عليها ازاي؟ بس طبعا هتتعافى وهتبقى كويسة جدا. يلا خش خش
يا عيني يا عيني يا عيني. هي بس ايه، هتركن كده شويه على ما ترتاح اهي، وبعد كده هتبقى كويسه جدا جدا جدا. ايه يا سوندس، يا سوندس مالك سوندس؟ خلاص بقى نظبطك ظبطتك، يلا خش الارض. هي طبعا دلوقتي زي المجهده شايفين احنا، طبعا اللي خرج منها اهو بيضه كانت ساده المجرى بتاع الافرازات بتاعتها، بتاع خروج الافرازات، لكن طبعا احنا بنحاول نعمل اللي علينا كله، وبنحاول نساعد الطيور اللي عندنا، ومش الطيور بس، اي مخلوق محتاج مساعده احنا بنساعده بدون تفكير. طبعا احنا شايفين هي بدات تتحرك، بس بقى ايه، تتحرك ببطء شديد. تتحرك بقى ببطء، بقى تعبانه بقى وبتاع، وشويه ان شاء الله هتبقى كويسه، وهنوريكم سندس وصلت لايه كمان كام يوم. كمان عشان البيض بتاعها لازم تقعد عليه طبعا، بيت كده زمانه بس كله، شايفين احنا ديت لونها فاتح ازاي عنهم، سبحان الله يعني. ويا رب اكون شفتكم وتابعوني في فيديوهات جديده مع العم طاطا والطيور. سلام.